بدي أعرف شي، كرمال مين بدك تقتل حالك؟ مين بيستحق إنه تقتل حالك كرماله؟ ما في حدا بيستحق. بتعرف شي؟ أنا أكبر دليل قدامك. أنا كنت ضعيفة أكتر منك، يعني مو مثلك، أكتر منك. حاولت الانتحار مرة واثنين وثلاثة كرمال إنسان ما بيستحق، بس الحمد لله، الحمد لله انه ما انتحرت، يعني فشلت كل الانتحارات اللي عملتها، لانه هلا انا عم عيش، عم عيش احلى عيشة. قلك شيء ممكن يبسطك، علي صوتك علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلم نابت بالخنا بالخنا. لو فيو رح تنكسر لازم تكون باصص كمان، النخلة باصص للسما للسما. لو فيو رح تنكسر لازم تكون باصص كمان، النخلة باصص للسما للسما. علي صوتك علي صوتك بالغنى، لسه تعال هون. قتل حاله. تعال هون. اعطيني بوسه. قتل حاله. توصل ما في أغضب مني. يلا روحي من هون. ما زبطت معها. قتل حاله. بس فتحت فتحت يا عليك. غادة كان عندها كثير شجاعة اليوم بمعالجة الموضوع بالطريقة اللي خلصت فيه الموضوع. الإيفال كان كثير حلو، الإيفال تبع غادة. الشيء الحلو كثير هو إنه غادة عم تتقدم بالنسبة للصوت كثير، يعني بعد في كثير باور بالصوت بس خايفه في الصريخ، يعني صارت عم تستعمل الباور بذكاء اكثر، يعني عم تعرف كيف تحط صوتها باماكن الرنين ليرن مزبوط ويكون مجوف بلا ما يكون كثير مصرخ. اكيد النشاز خفيف، في كنترول اكثر على الصوت، يعني في واضح التركيز كيف عم بتطبق الصفوف والكرات اللي عم تاخذهم بالغنى. سو انا بهنيها لغدا، وان شاء الله دائما نشوف التقدم والتركيز عند غادة. برافو غادة، يعني عم تشتغل كتير منيح بكل الصفوف وذكية كتير، وعم تعرف شو عم تعمل تتوصل على الفينال. ما رح أقول أكتر. أنا كتير ضحكتني إنه مع كل الغنى اللي هي حاطة تقلب فيه انتحر.
يعني شيء مهضوم. وهي اصلا هي البنت هيدي غريبه، يعني غريبه الاطوال الفودير، لازم نعترف انه هيدي البنت يا بتحبيها كثير يا بتكرهيها كثير فجاه، بترجع بتحبيها كثير فجاه، بترجع بتعيطها ليا، بترجع بتبوسيها. ايه 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 مش معقوله، وفنانه وسبحان خلق لها الصوت. انا بدي اقول انه غادة عم تستفيد من الصفوف كلهم وعم تتطور تمثيليا وفكريا وصوتيا. عملت شيء ما بيشبه اي شخص، انتحر. وكثير حبيت كيف قطعت الأغنية وظهرت، يعني هون منحس الفرق بين يعني مشهد غادة كيف انقطع، يعني النهاية كيف انقطعت، هي هالنهاية يعني. وبعدين حتى بالأول لما كنت عم تحكي أنا جدا كانت مقنعة لإلي، وإنه هي جربت تنتحر ويحي وشكرت ربها إنه ما مش الحال يعني، وغنت من قلبها. والحلو قديش هي عم تبتسم هي عم بتغني، وكيف فجأة ما كنا منتظرين هالنهاية هيدي. بالنسبة لإلي من يعني كيف بيقولوا، سريع جميل مختصر ومفيد، يعني مكلته من كل. والغناء رائع، يعني الغنية رائعة، اختيارها كمان الأغنية رائع. أنا كتير حبيت اللي عملته غادة. ما رح ضيف عليكم بالمشهد، بس بدي أقول أنه أنا مبسوطة بشغل كتير مهمة، أنه اختفى توتر اللي كنا نشوفه بغادة أول ما وصلت على الأكاديمي، بشخصيتها بوقفتها وبصوتها، وهذا شيء عن جد مشجع. أنا بيعطيني دافع أن أشتغل أكثر، لأنه اليوم صرت عم شوف صوتها بأقل أخطاء، وهذا اللي نحن عم نطلبه من كل المشتركين، أنه نشوفهم بأقل أخطاء. حتى بالبرايمات عم نلاحظ تطورها، عم نلاحظ قد هي عم تشتغل، وهذا شيء مشجع لنا كلنا، لأنه ببين أنه مش عم بيروح التعب دعان. أنا مبسوطة بغادة، بتمنى أنه تضل تتقدم أكتر وأكتر، لأنه عندها خامة صوتية كتير حلوة، ومع الشغل اللي هي عم تشتغله رح تصير خامة جميلة ومحترفة وفيها إتقان أكتر.